مرحبا بجريدة الأصوات في جماعة تازوطا، وكنرحبوا بك بزاف وبالجريدة في هذا اللقاء الشيق والأول من نوعه، لأن جماعة براعم صغار، أولاد صغار وشابات صغار وأولاد كذلك يعني في مقتبل العمر، نجهزوهم للافتتاح إن شاء الله الرحمن الرحيم ليوم 22 أكتوبر و 23 أكتوبر، افتتاح المحطة التريل الرياضية والسياحية. وهذا النشاط هذا فريد من نوعه، لأنه خصنا أولا نديروا لقاء تجريبي باش نفهموا للساكنة والشباب والشابات إلى آخره المغزى ديال هاد التريل هذه وهاد السياحة الجبلية اللي جاية لنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. الجماعة تازوطا وجماعة إدرج وجماعة سكورة كذلك، فاحنا مقبلين إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نستقبلوا ضيوف المملكة من رياضيين من سياح إلى آخره، لأن المنطقة ديالنا مليانة ما شاء الله بالكنوز، كنوز في الجبال في الغابات في الكهوف في التاريخ في الثقافة في التراث في الزراعة وفي الموارد البشرية وفي الغلة الفلاحية كمثل الزيتون ومثل العسل ومثل مثلا صناعة تقليدية كذلك إلى آخره. فهذه نوعية قفزة نوعية باش نعرفوا بهذا المجهود اللي احنا كنقوموا به باش ننميو المنطقة ديالنا وننميو الجماعة ديالنا، وباش يعرفوا هاد الشباب هادو الصغار هاد البراعم هادو يعرفوا يعني الهدف ديالهم شنو هو في الدراسة ديالهم. احنا درنا عليهم كلمة من قبل وحتيناهم وطلبنا منهم باش يكافحوا ويجتهدوا ويحفظوا الدروس ديالهم باش ينجحوا إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونرى منهم أطر اللي غادي تخدم هذه المنطقة هذه إن شاء الله الرحمن الرحيم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وكذلك أغتنم هذه الفرصة باش نشكر السلطة المحلية اللي حاضرة معنا وسهلت علينا المأمورية، وكل شيء كان على ما يرام، لا من ناحية السباق لأن الشباب هادو هاد الدراري هادو قاموا بواحد السباق، كان دراري كبار داروا واحد السباق ديال 5 كيلومتر ذهب وإياب، ودراري صغيرين مع البنات داروا واحد 2 كيلومتر تقريبا وفيهم نجحين، وعطيناهم جوائز ونشجعوهم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا هو مستقبلنا. أنا جاتني المسابقة صعيبة بزاف، حسبتني أنا المسابقة ما طويلاش، حسبتني أنا الطريق ما طويلاش، ساعات تقعد طويلة بزاف ولكن ماشي مشكل، حسبتني أنا هي الأخرى ولكن صدقت أنا هي الرابعة وماشي مشكل. شكرا للبرنامج. شحال هادي ما جريتي؟ كنجري دايما. وماك عيطي الله. الطريق بعيدة. الطريق بعيدة بزاف. شنو هي الحاجة اللي عجبتك في هاد الجمعية اللي جات؟ العيا. لا الجمعية. راه الشجرة. الشجرة. الماراثون. الرياضة الجديدة للمدينة. سلام. عجبكم الحال. ضروري. شكرا. زين رئيس الجمعية. شكرا لكم كلكم. الاسم ديالي هو فاطمة مشبوح، كنت كنجري من قبل بحال هكا، واليوم أول مشاركة لي أنني نجري بحال هكا، وشكرا لهذه الجمعية. شاركت في هذه المسابقة بزاف، عجبتني المسابقة، نيت مع الطريق بعيدة. المهم كانت مسابقة زوينة ومنظمة مزيان بشكل زوين، لقينا اللي يساعدنا في الطريق يورينا الطريق باش ما نتلفوش. والسلام عليكم. هادشي اللي كاين. لقينا لومبيلونس في الطريق، صافي فاش دزنا لقينا الناس كيعاونونا كيوريونا الطريق منين ندوزو، الحمد لله تفوقنا في هذه المسابقه. بالنسبه لك الى بقات هذه المبادره قديمه تازوطا تقدر تطلع شي؟ الى بقات هذه المبادره في تازوطا غادي نوليو متفوقين، الشباب ما يوليش يكمي، وشحال من حاجه غادي تولي مبدله في هذه البلاد. وهذه راه صورة زوينة على البلاد، مرحبا بكم في تازوطا. ياسين حنين رئيس جمعية إعري من الدوضة للثقافة والرياضة، واليوم جمعية إعري من مع مشاركة جمعية السياحة ديال السيد السي عمر عزيزي
قمنا بتنظيم دوري ماراثوني هنا في اللي كتواجد ديالو الانطلاقه ديالو مع السي عمر عزيزي لفئه الشباب والشابات اللي كتراوح الاعمار ديالهم ما بين 13 عام الى 21 عام. والحمد لله دوزنا ماراثون زوين، وكنشكروا السلطات المحليه وكنشكر رئيس الجماعه اللي عطانا لومبيلونس، وكنشكروا السي سعيد كمال والناس اللي قاموا بهذه المبادره هذه. والحمد لله حنا كجمعيه بغينا نحميو الشباب ديالنا باش كما قلت لهم في الدوري اللي نظمت ديال كره القدم في رمضان، خاصنا الشباب يبعد من البلية والشباب يبعد من أي حاجة خايبة، بغينا نبليوهم بالرياضة إن شاء الله. وكنتمنى من الشباب باش يلتحقوا بالرياضة، وما زال عندنا دوري آخر اللي هو في 22 أكتوبر اللي غيكون دوري دولي اللي غيتشارك فيه مجموعة ديال الشباب هنا في جماعة تازوطا اللي كتكون برئاسة ديال السيد عمر عزيزي، اللي غيكون افتتاح للسياحة إن شاء الله في جماعة ديال تازوطا. وإن شاء الله هذه نصيحة مني للشباب، الرياضة أخلاق كما كنقولوا، وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله كاملين. وشكرا، وشكرا للصحافة السي عزيز اللي كيقوم بواحد الدوري ان شاء الله دائما في في الحفلات في الرياضة. شكرا السي عزيز. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.